Hello, how are you? Today we have English. Let's continue our grammar. Remember? This, that, these, those. Excellent. Today we will learn how to make questions, okay, on using this and that. Okay, so for example, look, I will ask you. طلعوا يا صف تاني يا حلوين. راح يسألكم محمد صلاح سؤال. يلا نشوف كيف أسئلته. Look, okay. What's this? What's this? بحكي لكم يعني شو هذا. What's this? هلا شو بدنا نجاوبه يا حلوين؟ It's a ball. Excellent. It's a ball. It's a ball. Okay. So, محمد صلاح سألنا, asks us, what's this? Or what is this? What is this? And we answered, وإحنا كلياتنا جاوبنا, أنا وياكم, it's a ball. It's a ball. It's a ball. Okay. Now, let's learn this question perfectly with Miss Eman. يلا, نتعلم مع Miss Eman كيف هاي قاعدتنا اليوم. Okay, so please, now listen. This question, what's this? You have the question mark? Look, we have the question mark. Okay, علامة السؤال يعني. What's this? كلياتنا بنعرف what's هي اختصار ل what is. What is? I, نشطبها, نحط بدالها. Okay, apostrophe, أو الفاصلة اللي انتو بتحكوا لها. الapostrophe above. What's? What's, what's this? سنتين زي بعض. إذا بدك تحكي what is this, it's correct. Okay? What's this? What is this? Both are correct. What's this? What is this? Okay? هلا فرضا أخوك الصغير بده يعرف اسم الكرة بالإنجليش ما بيعرف اسمها فهو ماسكها بإيده فبيحكي لك what's this؟ يلا مشان شو أنت تسمي له إياها. What's this? What's this? Okay? فعلامة سؤال. هو ماسكها. He is holding. Okay? What's this? So this, لأنه هو اللي بيسأل. He is asking. Okay, he is asking you. Okay, now let's see the answer. شو جاوبنا أنا وياكم محمد صلاح؟ هلا it's a ball. It's a ball. نفس الشيء قبل ما هنا. It's هي نفسها. It is. إحنا شطبنا الآي وحطينا الفاصلة فوق اللي أنتوا بتحكوا لها فاصلة. هي apostrophe. Okay, it's, it is, يعني لو حكيت it's a ball or it is a ball, both are correct, صح. Okay, تنتين, صح, نعود حالنا على التنتين لأنه التنتين هم صح. Okay, طيب, now, it's a ball, it's a ball. طيب, هلا أنا سألت what's this, okay, كلنا بنعرف what, ماذا, what, ما هذا, صح, صح, أخوك الصغير أجي يسألك ما هذا. ما اسمه يعني ما هذا طيب هلا انت رح تجاوبه it's a ball ورح يعيد وراك ball okay انه كرة it's a ball or it's a football it's a football okay both are correct now look حد فيكم لاحظ انه انا سألت this what's this بس ما جاوبت this is a ball صح جاوبت انا it صح it هلا نتذكر كمان مرة المثال أخوك الصغير أجا عليك ماسك الكرة صح يا مس؟ إحنا مصحصحين كويس وسامعين ومركزين شو بتحكي معنا المس إيمان الله يسعدكم أجا عليك أخوك الصغير ماسك الكرة أوكي؟ طيب هلا هو قريبة منه الكرة فحكى this طيب ممكن أنت تكون بالمطبخ ممكن تكون بالصالون بعيد عنه بس شايف شو هو بسألك أوكي؟ ممكن تكون قريب منه ممكن تكون بعيد عنه فأنت اوكي بلاش نلخبطك مره تحكي ذس ومره تحكي ذات حسب وين بيجاوب اللي بيجاوب خلص انت كجواب بتحكي ات بتحكي ات لا تحكي ذس ولا تحكي ذات لانه انت ما بنعرف انت قريب زيه للكره ولا بعيد فبنحكي ات ليش ات لانه هو وان ثينج تتذكروا لما احنا اخذنا بالوحده الاولى يونت 1 بريزنت كونتينوس كنت احكي لكم رابت تحكوا لي ات دوغ ات كات It, football, it, table,
It's a ball. It's a pencil. It's pencil case. It's crayon. It's ruler. It's rubber. It يعني مثل لما يكون عندي أنا جماد أو حيوان one thing or one thing or one animal أنا بحكي I use it okay. طيب عرفنا ليش it مش أنا بدي أجاوب بthis. ممتازين excellent. لأنه أخويا اللي أجا سألني هو اللي ماسكها هو قريبة إله، لكن أنا ممكن أكون قريبة زيه، ممكن أنا اللي بدي أجاوبه، ممكن أكون بعيد. فأنا بكل الأحوال لا بدي ألخبطكم ولا الكتاب يلخبطكم، هو خلاص دائما بكل الأحوال بنحكي it، بس بنركز إنه this لما يكون عندي one thing وفعلا هو أنا have one ball صح it's a ball it لا one thing one animal remember يعني عليكم يا حلوين. طيب شو رأيكم let's play a game practicing this question خلنا نمارس هذا السؤال اوكي كتير حلو كتير سهل يا حلوين يا أبطال اوكي الله يسعدكم. يلا أنا شو رأيكم احنا نسأل هيك نسأل ونجاوب أشوف مين أنا سامعيتكم مين أول واحد رح يحكي. يلا أشوف هلأ is this book near to محمد صلاح yes it's near قريب وهيو he is holding it okay so هو بده يتعلم شو بنحكي له هذا الإشي مش عارفه he does not know what's this طلع شو سألكم what's this هو قريب على البوك اوكي هلا بالنسبه لنا احنا ممكن يكون هلا النير فار اوكي فاحنا شو بنحكي شو تعلمنا ما رح نحكي زيه هو اللي بس بسالنا واتس ذس رح نحكي اكسلنت اتس ا بوك اوكي اتس ا بوك هو بستنى منه جواب هو حكى لنا واتس ذس بعدين احنا بنحكي له اتس ا بوك اوكي هلا ممكن نكون قريبين منه ممكن نكون بعيدين بكل الاحوال قريبين او بعيدين بالجواب بنحكي it لانه one book صح one book so it's a book. يلا let's play another game يلا بسرعه يلا اشوف الحماس فيكم عندكم. يلا هلا what's this احنا رح نحكي له it's a pen برافو شطورين خلينا نمارس السؤال يعني عليكم. يلا What's this? It's a ruler. إحنا رح نجاوبه. It's a ruler. Okay, bravo. يلا. What do we have here? يلا. What's this? It's a ball. إحنا رح نجاوبه. It's a ball. إحنا عرفنا مس. عرفنا نسأل ونجاوب. يلا عيدوا معي حبايبي. أشوف مين بسبق بالجواب. يعني على الأبطال الحلوين اللي بسبقوني لما بيجاوبوا so it's a ball يلا يا ball خليكي هون طيب remember the plate يلا what's this excellent it's a plate bravo and do we have here what's this يلا حكوله what's this excellent it's a ring bravo and we have here okay what's this it's a tree excellent يا عيني عليكم احنا كتير بنحب حصة الانجليش كتير ممتعة what's this it's an elephant excellent it's an elephant excellent طيب شو رأيكم اليوم هلا مع مس إيمان نسأل لو كان الشغلة بعيدة عني لو كانت الشغلة بعيدة عني for example look okay now look at this book okay it's far away from us بعيد عنا أو خلنا نحكي بعيد عن محمد صلاح لأنه هو اللي بده يسأل صح oh yes I'm asking So, I'm going to ask, okay, what's, رح أحكي this? No, مو مش قريب عن محمد صلاح. سامعيتكم حكيتوا له احكي ذات يا محمد احكي ذات برافو. So, what's that?
What's that؟ برافو. ما أننا مارسنا what's this سهل علينا هلأ نعرف إنه الإشي البعيد عن اللي بيسأل هو يكون what's that؟ برافو. طبعا إحنا سواء كان كنا قريبين من البوك أو بعيدين لكل الأحوال رح نجاوبه it. It's a book. It's a book. أوكي؟ محمد صلاح بعيد عنا فبيحكينا what's that؟ What's that؟ إحنا بنحكي له بكل الأحوال it's a book. It's a book. طيب هلا ان شاء الله بكون اسهل عليكم. انا كتير بحبكم. يلا يا حبايبي. Okay, so we have learned what's this. Now we will learn, okay, what's that. What's that? What's that? Okay, what's again? طبعا هي اختصار ل what is زي ما حكينا فوق. What is بصير نحكي what is that, what's that. Both are correct. صح. طيب what's that ليش؟ لأنه كان محمد صلاح ماله بعيد عند الكتاب. صح؟ طبعا we have a question mark علامة سؤال. أنا بسأل مش عارف اسمه. أوكي بدي أتعلم اسمه بالإنجليش. بعرف إنه كتاب بالعربي مثلا أو أنا شغلة بعيدة عني مش عارف فشو هي. What's that? What's that? What's that؟ إحنا سواء كنا قريبين من البوك أو بعيدين بكل الأحوال رح نحكي it. ليش it؟ لأنه one book. One book. I have one book. Okay. بحكي it's or it is زي ما مرت معنا هون. It is. Okay. It's or it is a book. It's a book. It's a book. It's a book. كتير سهل. على فكرة خلينا نطلع القاعدة. هاي درسنا اليوم يعني باختصار. What's this? It's a ball. لما يكون قريب اللي بسأل بالنسبة للي بسأل. What's that? بالنسبة للي بسأل إذا كان بعيد. It's a book. It's a book. Okay. كتير درسنا حلو وكتير درسنا سهل. Okay. يعني أنا بحكي what's. What's لما يكون عندي one thing. هلا this إذا كان اللي بسأل قريب منه أو that إذا كان بعيد عنه. بكل الأحوال الجواب بكل الأحوال يا مسي حبايبي it's. It's. It's a ball. It's a book. It's a ring. Okay. يعني it's. It's لأنه I have one. One. One thing. One animal. Okay. One. It. It. Okay. Now let's play a game with Miss Eman. Okay. Practicing this question. يلا go ahead. يلا شوف. Okay. يلا شوف احنا so what. Okay. هيو احنا بالنسبة لنا. Okay. بالنسبة لنا the book is far away. Okay. صح؟ خلي محمد صلاح نفس الشيء يسأل أحسن عشان إحنا أنا وياك نجاوب مع بعض. يلا What's excellent that excellent What's that إحنا بنحكي له It's a book. It's a book. برافو. يلا نشوف. أوكي يلا What's that What's that excellent شو بنحكي له We answer It's a plate. It's a plate. Bravo. Bravo. And here we have. Okay. What's that? What's that? It's a pencil. It's a pencil. Bravo. And here we have. Okay. That ball. Okay. Yalla. What's that? What's that? It's a ball. It's a ball. Bravo. And here we have a ring. Okay, let's put ring here. What's that? What's that? It's a ring. It's a ring. Excellent, excellent, excellent. And look at the tree. Look. Okay, look at the beautiful tree. What's that? What's that? It's a tree. It's a tree. Excellent. And finally, we have this elephant. Beautiful elephant. Okay. What's that? What's that? شو بدنا نجاوبه? We will answer. It's an elephant. It's an elephant. Excellent. Bravo. 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 Second graders. Okay. طيب يا حلوين. أنا كتير بحبكم.
وبحب كمان الطلاب الأبطال المتميزين دائماً الشطورين والذكيين يكتبوا لي الأمثلة على دفترهم. Please write them on your notebook. Okay. And ذكر اسمه بسيطة. Okay. زي معنى عاملة. عشان إحنا كتير أبطال كتير ممتازين. Okay. Now goodbye. يلا يا محمد صلاح احكي لهم goodbye. استمتعت معكم. Goodbye.